السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طلبت منا السيدة تاع الفيزياء نديرو دارة كهربائية أو تركيب دارة كهربائية كيفاش راكم تشوفوها. وقبل ذلك أشكر الآنسة صورة سوسو التي قالت لي أن أعمل هذا المشروع. إذا نبدأ. عندنا هنا كيف ركبنا الدارة الكهربائية. أول ترون هنا البطارية، ها هي البطارية، البطارية التي اشترتها لي ماما. وعندنا الآن هنا هذه أسلاك. كيف تسمى هذه؟ تسمى أسلاك التوصيل، ها هي أسلاك التوصيل. ثم عندنا هنا المصباح وعندنا القاطعة، بهذه يشتعل المصباح. إذا لم توجد القاطعة لا يتوهج المصباح، لا ينشعل. الآن سنعمل بتجرب عفوا. إذا عندنا هذا المحرك، إذا ليس عندكم هذه البطاريات تستخدمون المحرك أو مخزن الطاقة تاع الدارة الكهربائية، ها هو. الآن سنعمل بتجربة معا. انظروا، عندنا أسلاك، عندنا مصباح، عندنا بطارية، عندنا قاطعة، وعندنا أسلاك توصيل. سوف انشعل المصباح، ها هو انشعل. لأن المصباح توهج بسبب هذا التركيب الصحيح. واحد نصله ب الفتيل والآخر بالعقب، وأيضا البطارية عملناها بشكل صحيح، ركبناها بشكل صحيح. عندنا هنا ركبنا واحد موجب واحد سالب. السالب هو ناقص والموجب هو زائد. أما هذه الأسلاك وأيضا القاطعة، لن ننسى القاطعة مغلقة، لا تكون مفتوحة مفتوحة، لأنها عندما تكون مفتوحة لا يتوهج المصباح، لا يتوهج المصباح. أول آخر كلمة أقولها، إن شاء الله يعجب لكم هذه الدارة التي دعمتها لكم. إذا عندكم هكذا سيوها، ديروا كما درت، وشروا الأسلاك وشروا البطارية والمصباح وأسلاك التوصيل والقاطعة. وإذا عجب لكم وركبوهم أيضا بشكل صحيح أو جيد. وأيضا أبوني وعندي في قناتي تسد إيمان، ديروا لي لايك ودقوا على الجرس باش تشوفوا الجديد مني. ونشكركم على متابعتي، على حسن متابعتي معي في هذا المشروع. ان شاء الله تشجعني الاستاذه تاعي تاع الفيزياء. واشكركم، شكرا لكم. ان شاء الله تقعدوا بخير وعلى خير كل يوم، وبقوا على خير. هوريك كيفاش ركبنا الدار تاعنا بشكل صحيح. خلنا المصباح، هايليك القاطعة، هايليك هموليك البطاريات. دوك نسيو، هوريك توهج المصباح لأننا ركبناه التركيب الصحيح. دوك نوري لكم الطريقة.
شوفوا اسلاك التوصيل من التحت. هاوليك المصباح وتوهج، هاوليك هاوليك الاسلاك كيفاش مرتبين. ها هو المصباح.